علاقة الوزير الصفدي بملفات الفساد في الهيئة العليا للإغاثة، الجمارك، الأملاك البحرية وزيتون باي؟ متى تحل أزمة سلسلة الرتب والرواتب؟ وهل المالية العامة في خطر؟ يمكنكم التواصل مع كلام الناس عبر هذا الموقع للإجابة على السؤال التالي. الوزير محمد الصفدي بحلقة استثنائية من كلام الناس، الاثنين 9:30 مباشرة على الـ NBCI والـ LDC.